ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عقد يوم أمس الاثنين الدولي المغربي ياسين بامو المحترف بنادي نونت الفرنسي لكرة القدم حفل قرانه مع إحدى المغربيات التي تحمل اسم لبنى بأحد الفنادق الفاخرة بالمملكة، وتداولت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف بامو لبنى الذي حضره الفنان الشعبي عثمان مولين ومجموعة من أصدقائه إضافة إلى أفراد عائلة العروسين. وفي سياق متصل، كان الإطار الفرنسي فيرونار قد أبعد لاعب نانت ياسين بامو عن المباريات التي خاضها المنتخب الوطني المغربي أمام كل من منتخبي مالاوي وجزر القمر برسم الإقصائيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون سنة 2019 المقبلة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.